بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على حلمه بعد علمه، وعلى فضله بعد عدله، وعلى إحسانه بعد ميزانه. سبحانك ربي لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحانه له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الطاهر الزكي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وبعد، نرحب بكم ونجدد لكم التحية في داء ودواء. والحقيقة يعني أنا ما بختارش المواضيع بتاعتي، وإنما المواضيع بتأتي بناء على الطلب بتاع حضراتكم ليا. أولا بدي أتكلم في بعض التنبيهات يعني لحضراتكم وأنتم أعزائي ومشاهدي. نمرة واحد، إن إحنا ملناش شركة روديو سلمى ملهاش وكيل في السعودية غير درة الأفنان، وده وكيل حصري في كل المملكة. يعني اللي في أي مدينة في السعودية عايز ياخد هذه الوكالة يتصل بدرة الأفنان اللي بتظهر تليفوناتها على الشاشة. وكلاء مصر دلوقتي أو شركة روديو سلمى تليفوناتها دلوقتي على الشاشة. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، بننبه من حاجتين. الحالة الأولى، ما يسمى أو ما يدعي محمد إبراهيم أو محمد إبراهيم الفارع، احنا ملناش أي علاقة بيه من فترة طويلة، وعمالين ننبه بينزل اعلانات باسمنا. احنا انا خد الاجراءات القانونيه، وانا بنبه يا اخواننا، لان في ناس كتير جدا تتصل بيا يقول لك انا خدت المنتج. اولا كل ما يسمى الحاجات الخاصه بالمفاصل، الحاجات الخاصه بخشونه الركبه، كل الكلام اللي موجود في السوق ما خشوش ما عدا الايه الفانكلير بتاعنا، ما عدا الفانكلير، وانا قلت ده الجيل الثالث. نمره ثلاثه في الموضوع، محمد العربي بتاع العجب العجاب ده راجل اساسا كان مدرس، وبعدين عمل عطارة اسمها عطارة العجب العجاب، وابتدى يعني ايه ابتدينا نساعده على اعتبار ان هو ياكل عيش وكذا وكذا، وبعدين ابتدت الامور بقى تتقلب الى ايه، الى غش وتدليس، وابتدى ياكل حقوق الناس وهكذا. فاحنا بننبه من هذا. في ناحية عامل اكاديمية اسمها اكاديمية العجب العجاب، وجايب ناس مش مؤهلين يا اخوانا. في ناحية، مفيش حاجة في العالم اسمها اكاديمية الطب البديل. واحد يطلع لك يقول لك انا وكيل اكاديمية الطب البديل، طب في الاكاديمية دي فين؟ مش موجود حاجة اسمها اكاديمية الطب البديل في اي مكان في العالم. فكل واحد بيدي منصب لنفسه. وبعدين المشكل بقى ان هؤلاء الناس كلهم غير مؤهلين. وانا بنبه يا جماعة، عشان كده يعني المفروض ان الانسان، رب العزة سبحانه، إن المؤمن فطن كيس، يعني إيه؟ يعني لابد إن هو يراجع كل أموره ويشوف الدنيا في إيه، وبعدين يعني استفتي قلبك هتقدر تعرف الدنيا شكلها إزاي. دي نمرة اتنين. في نقطة تاني عايز أنبه فيها يا جماعة، إن عدد كبير جدا من الناس بعت لنا بيقول لنا يا جماعة إيه مشكلة الدهون اللي موجودة، يعني الناس اللي عندهم كوليسترول عالي، كوليسترول عالي، الناس اللي عندهم دهون ثلاثيه ترايجليثرايد عالي، والكلام اللي هو مع لو احنا سبناه طبعا بيؤدي الى مشاكل في القلب، وبعدين ممكن يسبب يعني انسداد بعض الشرايين. ده نمره واحد. نمره اثنين، من الممكن يؤدي الى ما يسمى بالاثيروسكلروزيس اللي هو تصلب الشرايين، ودي ليها دواء غربي. الحقيقه يا جماعه احنا عمالين نقول الدهون ليس لها مخرج. الدهون ليس لها مخرج، يعني الدهون ما بتخرجش من الجسم. من الممكن تخرج مثلا شويه عرق، بس كميه نون ابريشيبل، كميه غير محسوسه. اللي ما لهاش ماء لا بتخرج لا في البول ولا في البراز. دي الدهون. عشان كده الدهون بتستهلك جوه في الميتابوليزم، في التمثيل الغذائي. طيب لو فرضت ان في واحد عنده الدهون اللي موجوده في الدم زياده، والدهون اللي موجوده في الدم احنا بنعملها ازاي؟ بيقدروا حاجه اسمها LDL اللي هو اللو لايبوبروتين، لو دنس لايبوبروتين، البروتين الدهني قليل الكثافه. وفي حاجه اسمها HLB اللي هو هاي دنس لايبوبروتين اللي هو البروتين الدهني عالي الكثافه. دايما
ده الكوليسترول. يبقى الكوليسترول بينقسم الى اتنين، وفي ناس بتقسمه لتلاته، فيري لو اللي هو فيري ال دي ال اللي هو الليبوبروتين اللي هو الدهون قليله الكثافه بس فيري لو يعني قليله جدا، وفي اللو دينستي ليبوبروتين اللي هي الدهون قليله الكثافه، وفي الاتش دي ال اللي هي الهاي دينستي ليبوبروتين اللي هي الدهون البروتينيه عاليه الكثافه. دول الكوليسترول. دايما الدهون البروتينيه قليله الكثافه دي هي اللي بتترسب في الشرايين، ودي اللي بيسموها الايه الدهون غير الدهون الخبيثه او الغير الحميده. طبعا هي ليها وظيفه بحيث ان هي ليها حدود معينه ما تزيدش عنها، لو زادت عنها تبدا تترسب في الشرايين. الدواء الغربي اللي بيجيبوه بيعمل ايه؟ بياخد الدهون اللي موجوده في الدم ويوديها الكبد، وبعد ما يوديها الكبد تيجي تقدر الدهون اللي موجوده في الدم، تلاقي الدهون اللي موجوده في الدم مظبوطه. خلاص يقول لك الكلام كده احنا شلنا الخطر. لكن بعد شويه لما تبطل الدواء يرجع الدواء، طبعا في الليبيتور الامريكي وفي ال بتاع الانجي الالماني، الليبيتور الامريكي والانجي الالماني. لكن في حاجه ظريفه جدا احنا عملناها، لقينا يعني في التراث بتاعنا، والله يا جماعه بس احنا المشكله اللي سيبنا الغوغائيه اللي تتكلم في هذا التراث لاسباب، لانه اي شيء غير مقنن علمي ما ينفعش. يعني كويس انا هتبع اسلوب عطار عظيم اخد خبرته، بس هل الكلام ده له سقفيه علميه ولا ملوش سقفيه علميه؟ وهل ده يمشي مع العلم ولا ما يمشيش مع العلم؟ وهل موضوع في الصوره الصيدليه ولا مش موضوع في الصوره الصيدليه؟ كل الكلام ده لازم الانسان يساله. عشان كده مثلا وجدوا مثلا ان في حاجه بتعمل امتلاء في المعده زي مثلا بذور القطونه، ودي منها دواء. يعني لما نيجي نقول مثلا واحد عنده مشكله في الاخراج، يعني عنده امساك، لما عملوا الاجيولاكس هو عباره عن بذور قطونه مع سنه مكي او سنه مكي، بس السنه مكي محطوطه بالصوره الصيدليه بنسبه 2% ما زادتش عن 2%، لان لو زادت عن 2% بتعمل مشكله في البرستالتيك بامب وبتعمل مغص وبتعمل حاجات مش كويسه. طب عظيم. فقالوا بقى ان الكلام ده وكثره الالياف الانسان بياكلها بتعيق امتصاص الدهون. فعملنا حاجه ظريفه جدا، لقينا في حاجه ظريفه جدا، لقينا ان في حاجه بتعمل روبا. وعلى فكره يعني انتوا لما انا قلت الحديث ده لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي رواه ابن القيم وجاء في زاد المعاد، ورواه ابن يعني موجود في كتاب الامام الالوسي والامام الذهبي وابو نعيم. الحقيقه الحديث بيقول ايه؟ ان كان في رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يعني جرح، او يعني زي ما تقولوا يعني قرحه، ف يعني عالجها بكل الادويه فلم تلتئم، فمرسها بالماء يعني غسلها بالماء، ثم عصر عليها عصير الرجل فبرأت، فقال الرجل بارك الله فيك انبتي حيث شئت. وفعلا دلوقتي الرجل لا تزرع، وانما يمكن تزرع قمحه القها موجوده، فاصبحت بذور الرجله في العالم كله بتعمل لما تدوها في الميه تعمل حاجه زي المهلبيه كده اسمها الميوسيليجز. الميوسيليجز دي ميزتها حاجه كبيره جدا، انها تعيق امتصاص الدهون في الامعاء. ده نمره واحد. نمره اتنين وجد انها انتيسيبتك. يعني ايه الميوسيليجز دي؟ لما سيدنا رسول الله عصرها وبرأت، لانها مقاومه للايه؟ للبكتيريا، ومقاومه للفيروسات، ومقاومه للفطريات. فعشان كده الميوسيليجز دي كده بالطريقه دي. فوجد ان الكلام ده، فاحنا جينا لخلطة الأملاح اللي هي بتخلي الإنسان يشفى تماما من وجود الأملاح، وقلنا إن أحيانا واحد يروح البيت بمجرد الشغل الطويل كده ويقلع الحذاء يجد إن فيه، وخاصة برضه ممكن مرضى السكر، يلقى القدمين كده هو زي النار، زي بلاطة نار، وهو نايم بالليل يحس إن فيه نار موجودة في الإيه في بطن القدمين، ودي نهايات الأعصاب اللي موجودة في بطن القدمين. فبالتالي دي كمية من الأملاح. الأملاح مش معناها ملح الطعام اللي هو صوديوم، لا، ده أملاح تانية كتير جدا، وأهمها أملاح العظم، ودي اللي بتعمل الشوكة العظمية اللي موجودة في الكعب. فإحنا جبنا الخلطة ديت وقلنا نضوب عليها، نضيف عليها عصير رجلة،
وجبنا الناس اللي هم عندهم ال LDL اللي هو الدهون البروتينيه قليله الكثافه اللي بيسموها الايه الدهون الخبيثه، وابتدينا نديها لهم لمده 60 يوم. لقينا ان الكلام بيقل جامد جدا. طب الكلام يقل، هل بيعمل كبد دهني يعني، هل بياخدها؟ لا، اتضح انها بتستهلك الدهون، بتستهلك الدهون. وبعدين حاجه تاني، زي ما احنا قلنا ان ثبت ان زيت الزيتون بيحول يزيد من ال HDL يعني يزيد من الدهون الحميده ويقلل من الدهون الخبيثه، حاجه غريبه جدا. زيت ويعمل كده؟ نعم. ثبت الناس اللي عندهم ترايجليسرايد اللي هي الدهون الثلاثيه، لو كل يوم زي ما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واظب طيله حياته وقال ائتدموا بالزيت وادهنوا به فانه من شجره مباركه، والآية الكريمة اللي بتقول وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للأكلين، فزيت الزيتون يحارب تصلب الشرايين، يحارب زيادة الدهون، يحارب الدهون الثلاثية بالذات، وبالتالي كمان بيعمل عملية تاني يزود لي الدهون الحميدة ويقلل الدهون الخبيثة. طيب بذور الرجلة بتعمل نفس الكلام ده؟ نعم بتعمل هذا الكلام، ولذلك احنا لما بنضيفه على خلطة الأملاح، فلما عملناها مع خلطة الأملاح بتنفع في الأملاح، يعني تخلي حتى اللي عنده يوريك اسيد اللي عنده نقرس عالي جدا بتصحح من التمثيل الغذائي. لما تصحح من التمثيل الغذائي يبقى بنشفي العرض والمرض. انما عند واحد لما تيجي واحد عنده نقرس ونقعد نديله مركبات الكولشيسين النيويوريك والزايلوريك ونديله يوروثولفين يقعد ياخدهم طول عمره، ويقلل مش عارف اللحوم الحمراء ويقلل الفول ويقلل البقوليات ويمتنع عن كذا وحرمان رهيب، وفي الوقت نفسه المرض موجود. لكن وجد ان هذا الكلام ده اللي موجود بيعمل ايه؟ يشفي العرض ويشفي المرض. وعشان كده يا جماعه احنا الحقيقه في الحته دي يعني الحقيقه تجربه رائده، وتجربه رائده الى ابعد الحدود، ان جبنا الناس اللي هم عندهم دهون عاليه وابتدينا نديهم خلطه الاملاح المضاف عليها ايه؟ بذور الرجله، وضفنا عليه حاجه تاني الاخيليا ام الالف ورقه، فلقينا الامور بتتضبط الدهون تماما. طيب نديهم لمده 60 يوم وبعدين نمتنع. لو انت عطيت اللي بتور او الانجي اللي بتور الامريكي ولا الانجي بتاع المانيا تلقى الامور رجعت الى ما كانت عليه بعد ما تسيب الدواء. يعني ايه؟ احنا نقلنا الدهون وديناها الكبد، بعد ما تسيب الدواء يرجع الكبد يوزعها تاني على الدهون. يبقى انا نقلت من حته لحته وبعدين انقل. يقول لك انا بشيل الخطر عن الدم، لان الدم لو الدهون فضلت في الدم هتترسب في الشرايين وتسد لي الشرايين، فانا باخدها تمبرري مؤقتا من الشرايين واديها الكبد وبعدين الكبد يبقى يتصرف فيها. طب هل ده حل؟ طب الحل ايه؟ ان احنا نستهلكها استهلاك كامل. عشان كده انا اتكلمت مع حضراتكم، والمشكله دي على فكره بتمثل مشكله كبيره جدا، وكانت زمان بتظهر بعد سن الخمسين، انما دلوقتي ابتدت تظهر بعد سن الاربعين، وابتدت تظهر كمان في شباب، وابتدت تظهر في الناس اللي عندهم سكر بالذات. الناس اللي عندهم سكر وضغط دايما بتجد الدهون عندهم متلخبطه، والضغط دايما 35% من اللي بيعانوا من ضغط الدم المرتفع دائما يرجع الى وجود الدهون المرتفعه. عشان كده يا جماعه احنا بنحيي سنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللي هي معلقه زيت زيتون على الريق، وفي الوقت نفسه خلطه الاملاح بتاعتنا المضاف اليها. طيب في ناحيه مهمه، انا اتكلمت برضو كده مع حضراتكم قبل كده وقلت ان دلوقتي منطقه الوسط، الوسط ده الواحد لما يجيب منظوره كده يحط على الوسط او مقاس البنطلون، اي حاجه مقاس البنطلون فوق ال 52 راجع نفسك. يعني فوق ال 52 يعني محيط الوسط اصبح 104، ده الحد الاعلى حاجه المفروض تقل عن كده. قال لك طيب لو فرضت 54 يبقى معنى محيط الوسط 108، لو فرضت 56 يبقى محيط الوسط ايه؟ المحيط الوسط يبقى اكتر من 112 وهكذا. قال لك الحد الاعلى 104 وبعدين لازم ينزل عن كده. ليه بقى؟ قال لك محيط الوسط دي معناها دهون متراكمه حوالين البطن، والدهون المتراكمة حوالين البطن بتضغط على الحجاب الحاجز، وفي الوقت نفسه تخلي الأمور النفس يقل، وفي الوقت نفسه بتبقى فيها في منتهى الخطورة. فعشان كده يا جماعة احنا عملنا ثلاث حاجات في منتهى الأهمية. قلنا أعشاب التخسيس، أعشاب التخسيس دي فيها ميزة، إن أنا ما بعملش حاجة غير إن أنا بدي حاجة تملأ، يبقى تخلي الواحد لما يجي ياكل الدنيا فيه امتلاء جوه، في الوقت نفسه في سد نفس ان فيها
عشبه بتعمل ايه؟ بتشغل مراكز الشبع في المخ فتخلي الانسان ياكل ايه تلت الوجبه بتاعته. عظيم جدا. يبقى بينقي بعد الوجبه بدي كف ثلاثه عشان يسيح للدهون اللي حوالين الكبد ويشيل الكبد الدهني. يبقى انا شيء. طيب بعد كده لازم اعمل ايه؟ في دهون تحت الجلد. ما هو الدهون دي كلها المخدرات تحت الجلد. يعني اي واحد عنده وسط وعنده كرش كده يبقى في دهون تحت الجلد. عشان كده انا بتكلم واتكلمت مع حضراتكم كلام واضح جدا عن كريم بيرفكت. كريم بيرفكت ده اساسا، وانا قلت برضو كده واكرر قدام مسامع حضراتكم، ان كريم بيرفكت ده عباره عن ايه؟ عباره عن معمول بحاجه ظريفه جدا، انه معمول بتكنيك. التكنيك ده اسمه ليبسوما الازرق كارير. الليبسوم ده حاجه صغيره جدا في الخليه بتاخد الحاجه وتدخلها جوه. فانا بدهن على منطقه البطن، بعد ما بدهن على منطقه البطن هو بيخش جوه. لما بيخش لي جوه بيعمل ايه؟ بيذوب الدهون، فبيرجع الدهون الى مصادرها اللي كانت موجوده. انا قلت قبل كده طبعا احنا حفظنا من كثره التكرار ان الدهون اللي موجوده مكونه من جليسرين، والجليسرين ده بيتحد بثلاث احماض دهنيه فبيرجع الى جليسرين وثلاث احماض دهنيه. دول اللي نعمل فيهم ايه؟ يبتدي الجسم يستهلكهم كطاقه. عشان كده قلنا لازم الانسان يشرب ميه بعد ما يتهم بيرفكت، يشرب له كوبايه 2 3 4 وبعدين يمشي. طب منطقه البطن الحركه بتاعتها قليله، ممكن نجيب حزام هزاز ونشغله لمده نص ساعه ونقيس بالماسوره. ليه؟ لان انا عملت التاثير ثلاثي. اولا قللت الوجبه، فلما قللت الوجبه نمره واحد، نمره اثنين شلت الكبد الدهني، والكبد الدهني ده تقريبا بيبقى من 3 الى 7 سم دهون حوالين الكبد. يبقى شلت الكلام ده كله في الوقت نفسه، شلت الدهون اللي تحت الجلد، يبقى عملت ثلاثة. طيب في ناس كتير جدا بتقول لك لا انا مش عايز اخس، بس انا عندي عايز احسن قوام. وتحسين القوام ده بقت مشكلة، وطبعا دلوقتي في كلام كتير جدا في الاجهزة اللي طالعة اللي مش عارف الكولد ليزر والحاجات اللي زي كده. لكن انا بقول يا جماعة الكلام افيلابل وفي تناول يدنا، ان احنا نجيب كريم بيرفكت في المناطق اللي احنا عايزين نخسسها، ندهن بيه دهان دائري ونسيبه لمده 5 دقائق لحد ما يمتص، وهو بيمتص كله تماما وما بيعملش اي جريز. يعني ما احيانا واحد لما بيتهم بفازلين يحس ان ايديه، او يتهم بزيت يحس دي، لا هنا ما فيش. يتهم بطريقه دائريه، يسيبه لمده 5 دقائق لحد ما يدخل جوه، وبعدين يبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يشرب ميه 3 كوبايات 4 كوبايات، يبتدي يمشي لمده ساعه. كده في هذه الحاله انا ما عملت كريم بيرفكت، ايه اللي حصل؟ خلاص قلنا الدهون دخل جوه وسيح للدهون ووصلها الى مصادرها الاوليه اللي هي الجليسرين وثلاث احماض دهنيه. نبدا نستهلك هذا الكلام في انتاج الطاقه. الانسان يعرق، الانسان يعرق في هذه الحاله. لدرجه ان بره بيعملوا ايه؟ بيقول لك دايما لما تستخدم الكريمات اللي بتسيح الدهون لابد انك تعمل جهد جامد تحت بعديها. يعني مثلا تطلع السلم وتنزل وهكذا. من الممكن ايه؟ طيب منطقه البطن الحركه فيها قليله، فقال لك لا ده انت تعمل حاجه ظريفه جدا، ممكن تجيب حزام هزاز وتشغله لمده نص ساعه. في هذه الحاله هتقضي تماما على دهون البطن. طب في ناس عندهم ارداف؟ ماشي الكلام. في ناس عندهم فخاد؟ حزام يدهن وبعدين يبقى اذا كريم بيرفكت ده ايه؟ لتحسين القوام. لتحسين القوام. انا يا جماعه النهارده جاني اكتر من 5 6 تليفونات من المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفي تليفونات من الإمارات، وفي من الإخوة في الكويت كلموني، وفي عدد تاني من سلطنة عمان، وفي من البحرين كلموني. كل دول بيستخدموا الكريم بتاعنا بتاع خشونة الركبة وخشونة المفاصل القديم. يا جماعة الكريم القديم أنا غيرت اسمه، قلت إن أنا بدل الجيل الأول خليته الجيل الثالث مباشرة، لان اي حاجة الواحد بيعملها في الدنيا، او دي قاعدة عامة في جميع الشركات العالمية بتاعت الادوية، بتعمل الجيل الاول والجيل الثاني والجيل الثالث. بيظهر الجيل الاول، الجيل الاول بتبقى تركيز المواد الفعالة يعني ايه معقول، اللي هو يقضي التأثير. وبعدين لما يبدأ الكلام بعد 5 6 سنين يدزلوا الجيل الثاني اللي هو فيه تركيز مواد فعالة اعلى شوية. بعد شوية يعملوا ينزلوا الجيل الثالث اللي هو في تركيز المواد الفعاله اعلى ما ممكن، وده بيستمر على طول. ودايما الجيل الثالث بيبقى مور افكتيف، اكثر تاثيرا، وفي الوقت نفسه بيبقى
المينيمم بتاع الايه السايد افكت. الحقيقه كل اللي كلموني انا مش عايز اقول الارسجو، كل الارسجو اللي موجود في السوق مغشوش، وانا جاوبتهم النهارده، كل الارسجو اللي موجود في السوق مغشوش، ماليش دعوه بيه، مش بتاعي، لان الباتش اللي احنا عملناه بتاع الارسجو انتهى تماما، وعملنا الجيل الثالث بتاعه اللي اسمه فان كلير. ارجو انك تجيب لي الفان كلير يا سعاده الاستاذ المخرج، فان كلير اللي هو ده بتاع خشونه المفاصل، وانا قلت ان معمول برضو بنفس التكنيك او التقنية اللي اتكلمنا فيها قبل كده، وان ان هذه التقنية عبارة عن ليبسوما الازدراك كارير فان كلير. اهو فان كلير، الفان كلير ده عبارة عن ايه بقى؟ في معمول الثلاث مواد اللي بتخش اهو فان كلير، بتخش جوه الركبة، فبتعمل ايه؟ بتصلح الغضروف اللي موجود ده نمرة واحد، وتمنع تخلي التآكل بتاعه قليل، بتخلي السائل بتاع الركبة اللي هو السينوفيال فلويد يبتدي ياخد وضعه، لسبب لان هي نفس المواد اللي موجودة فيه، هي نفس المواد اللي موجودة في السائل اللي هي عبارة عن كوندراتين صلفيت وجلوكوزامين وام اس ام الكبريت العضوي. يبقى اذا يا جماعة ما فيش دايما اي حاجة خاصة باي حاجة موجودة في السوق الخليجي عن الكريمات الخاصة بخشونة الركبة، كله ده اللي موجود لي خلاص. الباتش الاولاني خلص تماما من سنتين او من سنة دلوقتي، يمكن من حوالي على وجه التحديد 16 شهر انتهى تماما. يبقى كل ما هو موجود دلوقتي مغشوش، ماليش دعوة بيه، ولذلك هو اللي بيقول لك احنا استخدمت كذا وما عملش تأثير. طب ما انا عمال اعلن اقول لك يا سيدي ما ده مغشوش ماليش دعوة بيه. يبقى اذا كل حاجه خاصه بخشونه المفاصل اللي هي مكونه من مواد طبيعيه، وقلت ان ده يحل محل، مش بيحل محل، ده احسن من ان ناخد الجوينت فري بتاع امريكا، الازازه او البرطمان قد كده ب 650 جنيه او 700 جنيه، وباخد كبسوله في ستات بيجوا او رجاله بيجوا يقول لك انا خدت 3-4 ايام بطني وجعتني، ده بيوجع البطن. فاحنا بقى هو ده الكلام، ان بدل ما ناخد بلابيع لمدة 3 كبسولات في اليوم، كل كبسولة قد كده حتى صعوبة البلع فيها وردة، بدل ما اعمل هذا الكلام انا بدهن 3 مرات من الفانكلير، سواء على الركبة سواء على مفصل الرقبة سواء على مفصل الظهر. ليه؟ لان هو احنا بجانب الكلام ده، بجانب الثلاث مواد اللي معمولين عشان يشيلوا خشونة المفاصل وخشونة الركبة، عاملين حاجة ظريفة جدا 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 فيه، وهو ان في مادة ايه مسكنة للالام. وبعدين عشان كده لما تيجي تحطه كده ويمتص العامل طبقة من بره، الطبقة اللي من بره دي تستمر كده، وبتدي حتى دايما اللي بياخدها يقول لك يا سلام، بتديني احساس غريب ان الامور كلها مستتبة جوه وتمام التمام. هو ده اللي احنا عايزينه. عشان كده يا جماعة ما فيش، ما عندناش حاجة لخشونة الركبة موجودة في السوق انا بأشرف عليها وعملتها وعملت لها الكوالي كنترول اختبار الجودة ومتأكد من المواد اللي موجودة فيها وكلها حاجة طبيعية الا ما يسمى بالفان كلير. اي اسماء تانية احنا ما انتهت من 16 شهر. ما فيش ولا حبة في السوق، ما فيش ولا حبة في السوق. يبقى اذا ما يظهر ماليش دعوة بيه. يقول لك ده بتاع الدكتور عبد الباسط، لا مش بتاعي، كان بتاعي ودلوقتي غيرته وخجبت الجيل الايه التالت اللي هو فان كلير. ارجو تجيبها لي معروف فان كلير. فان كلير ده خاص. معانا اتصال، اتفضل. اتفضل يا مدام فاطمة. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك، احنا جاب لنا يعني طلبنا الوكيل وجاب لنا كريمات، بس في اللي هو الاعشاب بتاعت الدهون دي كانت مبرسمة يعني مقفولة كويس. بس التانيين مش مبرسمين. زي ايه؟ العلب يعني كده مش مقفولة يعني محكمة، مش اللي هو الوكيل اللي في مصر جابهم في البيت النهارده، فده عادي يعني من نفس التليفونات الحاجة. وفي حاجة تانية عايزة اسأل عن، في حاجة يعني تزيل تليف الكبد؟ ايوه عندنا، عندنا ان شاء الله كاف ثلاثة طبعا يشيل تليف الكبد ان شاء الله. ان شاء الله بيتاخد لمدة 60 يوم او 90 يوم، إذا كان الإنسان سمين بياخده بعد الأكل
اذا كان الانسان رفيع بياخده قبل الاكل طبعا. وبعدين يا اخوانا طالما انك استخدمت التليفونات اللي موجوده على الشاشه يبقى ممكن بس، ويمكن هم سامعيني دلوقتي بتاع راديو سلمى، يتاكدوا يا جماعه من العلب تبقى مقفوله، وبتبقى نتيجه ان عمليه النقل اللي بتتم فيها لابد انها تتم في يعني في يعني اكياس، تبقى متاخده في اكياس عشان العلب تبقى زي العلب اللي موجوده، ما يبقاش الزبون او العميل بياخد علبه يظن انها مفتوحه قبل كده. وطبعا حتى احنا لو جينا مثلا للفان كلير قدام حضراتكم كده وفتحناه هنجد ان البرطمان نفسه من جوه معمول بطريقه كويسه، وبعدين معمول مقفول من جوه، معمول عليه علامه القفل، يعني معمول عليه اللي هو السلوفان او اللي هو النوع من الورق اللي بيسده، يعني لازم العلبه تكون باينه بهذه الكيفيه. ها طيب، بناء عليه يا جماعه خلاص احنا اتفقنا ان اي مشكله موجوده في الرقبه موجوده في الظهر. الاستاذ مروان. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه ازاي حضرتك يا دكتور؟ والله يعني ربنا يكرمك بعلمك الجميل ده. الله يبارك فيك يا عمر يا استاذ رمضان، اتفضل. ربنا يخليك. بص والله حضرتك، والدتي عندها ميه على الركبه. اه. وبتزيد جدا، بس انا عايز بس كرين كده ومرهم. حاضر. يعني يكون حلو كده. ما هو الفان كلير اللي احنا بنتكلم عنه حضرتك بتسال اون ذا سبوت في نفس الموقع يا استاذ او في نفس الموضوع. الفان كلير ده لازم يدهنه 3 مرات بس في ناحيه. الميه اللي على الركبه دي لازم دايما بنديها احنا مضاد حيوي كده خفيف، زي يعني اي مضادات حيويه خفيفه بنديها، وفي الوقت نفسه عشان تشيل السائل بتاع الركبه ده، وفي الوقت نفسه ما نعملش بذل ولا حاجه، وبنستخدم الفان كلير. الفان كلير ده اللي هو بيدهن على الركبه 3 مرات. 3 مرات. وعلى فكره انا عايز اقول ان الفان كلير ده بينفع بالنسبه لخشونه الركبه او خشونه المفاصل، سواء مفاصل الرقبه او مفاصل الظهر او ما الى غير ذلك. في نقطه هامه جدا برضو يا جماعه، برضو الناس كتير جدا النهارده برضو سالوني، اللي هو الفيرمو اللي هو دايما الستات بيحبوا يعني ينفخوا وش، يعني مثلا انا ممكن اجيب الحته دي اعمل كده. الفان كلير قدام حضراتكم تاني اهو، ده لخشونه اي مفصل من المفاصل 3 مرات في اليوم لمده 3 شهور اذا كانت مفصل الركبه الحامل. انما المفاصل التانيه زي مفصل الرقبه ومفصل الظهر من الممكن يدهن. وبعدين في ميزه، حتى لو لبست بعديه قماش ابيض او قميص ابيض ما بيعملش اي جريزي، ما بيعملش اي وتخ. الفيرمو بقى اللي مثلا انا المفروض عايز اشيل دول اهو، ممكن اعمل كده يبقى شلت الكلام هنا وبان الوش كده، فمن الممكن بعد كده قلت الكلام ده ممكن اروح اعمل ايه، اخد فيلر هنا، حقنه فيلر هنا وحقنه فيلر هنا، وفي الوقت نفسه احط بوتكس. فاحنا جبنا الفيرمو كريم ده بحيث انه يعمل تنفيخ. يعني ايه يعمل تنفيخ؟ يعني يزود الطبقه. طب يعني انا هزود النمو جوه؟ لا، هو كل اللي بيعمله انه بيعمل الخلايا تطول، الخلايا تطول. عشان كده كاتبين ري مودلينج كريم. ري مودلينج يعني يعمل عمليه اعاده النموذج نفسه، اعاده المنطقه نفسها. الري مودلينج كريم دي من الممكن يشيل لي التجاعيد اللي موجوده، دي نمره 1. بيعمل عمليه تنفيخ للحاجات اللي داخله لجوه نتيجه انه بيزود لي نمو الخلايا، بيزود الاولنجيشن بتاع الخليه، طول الخليه، وفي الوقت نفسه يزود الوتر كونتنت، المحتوى المائي بتاعها. نعم استاذ محسن. ايوه اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك يا دكتور، انا جبت اللي هو فان كلير. بس حضرتك يعني هو مش مكتوب عليه استعماله في ايه، يعني مكتوب بس المكونات، لكن ليه حضرتك الاستعمال، ما انا بنقول الاستعمال اهو حضرتك، الاستعمال للاسباب اللي دي كلها عباره عن ايه حضرتك؟ هي مرخصه في وزاره الصحه ومرخصه في هيئه الغذاء والدواء على اعتبار ان ديت هي حاجات توب يعني حاجات من بره. الحاجات دي اللي من بره اللي هي دهانات من بره من الخارج، على اعتبار دي كمكملات غذائيه، بتدهن 3 مرات 3 مرات في اليوم لمده 3 شهور اذا كانت هناك خشونه في الركبه. خشونه في الركبه. نعم. ست ام محمد اتفضلي. اتفضلي يا ست ام محمد. الو. ايوه يا فندم.
اتفضلي يا فندم، سامع حضرتك. وانا دلوقتي مع الدكتور على الهواء. ايوه يا فندم اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم عشان الوقت. السلام عليكم يا دكتور. سلام ورحمه الله تعالى وبركاته، اتفضلي. لو سمحت والله يا دكتور انا عندي التهاب الغشاء الزلالي للقدم اليمنى. حاضر حاضر هجاوب حضرتك. اللي اولا في ناحيه الالتهاب ده لابد يتخذ له حاجه اسمها انتي انفلاماتوري مضادات الالتهاب مع مضاد حيوي خفيف مع الدهان بالفانكلير. يبقى هناخد مضاد حيوي خفيف وهناخد انتي انفلاماتوري مضادات للالتهاب، وفي الوقت نفسه ناخد الفانكلير نتهم بيه 3 مرات. بالنسبه للفيرموكريم، يا ريت الفيرموكريم يديني ده الريموديلنج اللي هو بينفخ بيعمل تنفيخ للخدود. تنفيخ الخدود ده فيه ميزه كبيره جدا ان هو بيخلي ايه بدل ما احقن فيلرز، لان لو حقنت فيلرز حب عبدي ليها يبقى هحقن كل 6 شهور. معانا الاستاذه منى من سلطنه عمان، اتفضلي يا استاذه منى. اتفضلي يا استاذه منى. ايوه انا دكتور عبد الباسط. اهلا بيك اتفضلي يا استاذه. دكتور انا طلبت قبل شهر كريمات من مصر. كريم ايه؟ كريم ميلانو. كريم ايه؟ الكريم ميلانو. ميلانو ايوه برضه ميلانو. بس انا شفت الحين في الحلقه انه العلبه مال ميلانو ما فيها تيب ملصقه كانها ما مفتوحه، شكلها مفتوحه. يعني المشكلة ايه؟ ايوه المشكلة ان العلبة جت مفتوحة. ما اعرف انا خايفة لان انا خايفة لان كنت في البداية اتعامل مع الفارع. لا 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 مدام حضرتك بتتعاملي مع عندي لحد الحين كثير من البداية. لا 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 احنا عندنا ايوه الحين تركت الفارع وتواصلت مع مصر. ماشي يا فندم. لا حضرتك مدام بعتوها لك هنا من مصر مع دكتور مع استاذ اسمه استاذ عنوان. نعم مش فاهم. ايوه استاذ علوان هو عن طريق استاذ علوان هو اللي ارسل المنتجات. حضرتك يا ريت تسيبي تليفونك في الكنترول عشان يكلموكي بعد الحلقه بالظبط تشوف انت عايز حضرتك بالظبط ايه. نعم مين الاستاذ علوان ده؟ علوان صبري. حاضر حاضر. ما هو ده استاذ الكلام سليم كده كده كلام سليم اللي هم شركه رودي وسلمى اللي هو عطولك الكلام ده. هو الست ام محمد رجعت تاني اتفضلي. اتفضلي يا ام محمد. السلام عليكم يا دكتور. ورحمة الله وبركاته. معلش يا دكتور هو انا عندي فقرتين في ظهري طالعين على بعض. ايوه. وبعدين يا دكتور انا عايزه عنوان العياده بتاعتك. حاضر يا فندم حاضر. يا ريت حضرتك تروح الكنترول عشان يدورك حتى التليفون بتاعنا ان شاء الله. حاضر. هي طبعا الفقرتين اللي طالعين على بعض بيبقوا عايزين عمليه شد، دي ان شاء الله لما تيجي نبقى نبعتك لحد يعمل عمليه شد بالاضافه الى الانتي انفلاماتوري اللي هي مضادات الالتهاب اللي احنا هنكتبها لك مع الفانكلير اللي احنا بنتكلم عنه. الفيرموكريم قلت يا جماعه ده بيعمل عمليه ريموديلنج، يعني بيعمل عمليه تنفيخ. اهم حاجه يشيل التجاعيد اللي موجوده. انا لما بحطه بعمل ايه اللي بيحصل؟ بيزود لي الووتر كونتنت، كميه الميه اللي ايه، وفي الوقت نفسه بيزود الالونجيشن بتاع الخلايا، فتلقى العمليه ايه ابتدت تزيد في الايه؟ ابتدت تنتفخ. والحقيقه يعني احنا جربناه على 180 من البنات اللي هم عاملين كده، كل الكلام ده ابتدى يبقى تمام التمام. طيب هل تمبرري مؤقت ولا بيرمننت ولا مستديم؟ لا بيرمننت، بس طالما الانسان الووتر كونتنت بتاعه محتوى الماء. يعني مثلا في واحده جات لي قالت لي لا انا عملت كده. طب ليه؟ قالت لي حصل عندها اسهال وقيء لفتره طويله. طب ما الاسهال والقيء يعمل دي هايدريشن، يعمل جفاف، والجفاف معناه ارجعي اشربي ميه. لما رجعت شربت ميه كتير والميه انتظمت رجع الانتفاخ زي ما هو. وعشان كده الفيرموكريم. طيب في ناس عايزين يزودوا الارداف، ماشي، بس طبعا كل الكلام ده يتوقف على المساحة. يعني أنا هنا مثلا ممكن أتهن حتة قد كده قد عورة الصباع، إنما في الأرداف أتهم كمية كبيرة. يعني الفيرموكريم، في واحدة جت بتقول لي طب الفيرموكريم أنا ممكن عشان أكبر الأرداف أخد كام علبة؟
اقول لها خدي من 3 لـ5 علب، انما بالنسبه للوش لا، كفايه علبه واحده. تمام. في هذه الحاله برضو يا جماعه انا في حاجات كتير جدا السيدات بيبقوا ايه يعني، بيبقى عايز اعمل ترويق في وشي كده، عايز ازود كميه النضاره اللي موجوده، ودي على فكره بتبقى سواء للرجل ولا للمراه يعني، حتى الرجل بعد كده ما يتروش ولا بعد ما يستحمى كده احيانا كده فتره كده الترويق حلو يعني، كده تحس كده انك انت الحاله المزاجيه بتاعتك، لان دايما الانسان لما يعني عارف يعني حتى الوضوء بتاعنا، تعرفين الوضوء ده ميزته ايه؟ الوضوء يعني سيدنا رسول الله لما قال من كان مع اهله واراد ان يعود فعليه بالوضوء، لاسباب لان السنن مع فرائض الوضوء بتدلك ال 12 مركز من مراكز الطاقه، فكانه شحن للطاقه، وعشان كده الانسان لما بيتوضا سبحان الله الوضوء هنا اسباغ الوضوء على المكاره حاجه مهمه جدا. فاحنا ابتدينا نشوف حاجات للترويق كده، زي مثلا الليدي كريم. الليدي كريم ده حاجه من الحاجات الظريفه جدا اللي بتعمل ايه بقى؟ نجيب بقى حبوب صغيره جدا مع كريم وندهن بيها الوش كده، ونجيب قطنه ونقعد ايه ندلك الكلام ده، فيه حبوب صغيره جدا تعمل عمليه تقشير للوش. التقشير ده يزود الايه؟ يزود الكولاجين الطبيعي اللي هو موجود، هو الليدي كريم. في واحد فيهم اللي هو اساسا بيزود، بنعمل عملية التقشير بيه، بعد كده بدهنه وبعدين بقعد امسح بقطنه لمدة 10 دقائق كده، قلقاني كأني صنفرت الوش، اشيله بالمية واجفف الوش وبعدين اعمل ماسك عشان يعمل ايه؟ سد المسام. يبقى عملت التقشير وبعدين سد المسام، عشان كده 2 في 1، الاتنين في واحد. انا برضو عايز اعرج هنا على الحاجتين جنب الكلام ده، ناس عايزين يبيضوا زي الاخت اللي لسه متصله بينا اللي هي خدت الميلانو. الميلانو دي بيعمل عمليه تبيض، يعني لو في مثلا اماكن داكنه في الوش يشيل لك الاماكن الداكنه في الوش. لو عايز ابيض الدرجه او 2 و3 من الممكن استخدم الميلانو. في ناس يقول لك ايه، طب من الممكن اتهنه قبل كريم الاساس بالنسبه للسيدات؟ اتهنيه قبل كريم الاساس بالنسبه للسيدات. طب عظيم. في نقطه ثانيه انا برضو عايز اتكلم فيها، ان في ناس كتير جدا بتيجي تقول لك انا والله بنطر احط كريم الاساس بكميه كبيره عشان يداري الحاجات اللي موجوده في الوش. اقول لها لا، ما احنا لابد ان احنا نداري الحاجات دي اساسا طبيعيا. لما نشيلها طبيعيا يبقى هنحط كريم الاساس بكميه قليله، لان كريم الاساس لما تحطيه بكميه كبيره في مشكله. ايه هو الميلانو قدام حضراتكم اللي هو بيسموه وايتنينج كريم، كريم للتبييض بيشيل الاماكن الداكنه اللي موجوده في الوش. في الوقت نفسه لو دهناه على الوش كاملا صباحا ومساء يعمل لي عمليه تبييض لهذه الاماكن، ولما يعمل تبييض يرجعها درجه 2 3، درجه 2 3. في الوقت نفسه يحافظ ان الايه الانسان يبقى من جوه زي من بره، لان دايما الناس بيبقى يعني المهم. نرجع بعد كده لحته في منتهى الاهميه تاني لابد ان هنتكلم فيها، وارجو ان يجيبها لي السبب، لان انا برضو سئلت فيها النهارده بكميات كبيره جدا من الاسئله لما اتكلمت عن الرابي دارك. الرابي دارك يا اخوانا شامبو، بس شامبو فيه كيراتين، يعني انا عشان كده قلت 4 في 1. وبردين برضو انا شرحتها وهكررها، لو انا عايز اصبغ شعري او سواء رجل ولا سيدة، في لونين، اللون الاسود واللون البندقي او اللون البني. اللون البني اللي هو محبب. انا بعمل ايه؟ بصبغ النهاردة بجيب البتاع ده وادبل شعري بالمية واروح حاطط الشامبو واقعد ادلك الشامبو لمدة 10 دقايق وبعدين اغسله خلاص. تاني يوم اكرر العملية دي، خلاص كده وصلت اللون 100%. بعديها كل اسبوع اكرر العملية دي. بتعمل ايه هنا؟ قلت 4 في 1، ياريت هو برضو يشيل لي الارقام اللي موجودة او يرفع العلبة شوية عشان وذكراتين. وذكراتين الكلام ده، الشامبو ده موجود فيه كيراتين. الكيراتين هنا معناه بيفرد الشعر، وبعدين موجود فيه بلسم، يبقى اذا شامبو وصبغه وكيراتين وبلسم، عشان كده 4 في 1. هات لي كلمه 4 في 1 دي
اهو قلت شامبو صبغة كيراتين بلسم. يبقى انا عملت ايه؟ الشامبو عشان الغسيل، الصبغة عشان تصبغ، وبعدين بعد اهو اربعة في واحد. بعد ما نشيل الصبغة دي بعد كده اهو رحت حاطط ايه؟ الكيراتين عشان يفرد الشعر، ورحت حاطط بلسم عشان يلمعه. عشان كده بدل ما استخدمته النهاردة وبكرة تمام، وبعد كده كل اسبوع، يبقى الشعر بتاعي ايه؟ مفرود ولامع ومفرود فرد كويس جدا. وعلى فكرة يا جماعة، الكيراتين اللي موجود هنا هو الكيراتين الامريكي يعني الغالي جدا، الاصلي اللي بيستخدم، الطبيعي اللي بهواش فيه مواد كيماوية، هو ده. عشان كده يا جماعة كان في رابي دارك 3 في 1، احنا زودنا عن الكيراتين، والتلاتة في واحد انتهى خلص. يبقى اذا حتى اللي بيظهر محمد ابراهيم الفارع، انا مش عارف الراجل ده بيجيب الحاجات دي منين وبيقلد العلب ازاي. بناء عليه يا جماعة هنا الكلام، هنا كلام واضح وكلام سليم جدا. طيب في ناس كتيرة جدا، وقبل الدورة الشهرية، وانا قلت يا جماعة نصيحة لله، اي بنت او اي سيدة قبل الدورة الشهرية بيومين تقلل الملح وتقلل الدهون، ده مهم جدا لاسباب ان الجسم بيحتفظ بمية. في الوقت نفسه قلت معلقة سمسم تتاكل، تعمل ايه؟ تخلي الدورة الشهرية تنزل سليمة ومفيش وجع دماغ. في الوقت نفسه في ناس كتيرة جدا بتبقى فيه حبوب بتظهر هنا قبل الدورة، عشان كده عملت المادي كريم. المادي كريم ده من الحاجات الظريفة جدا اللي هي انتيسيبتيك، يعني مضاد للعفونة، يعني يشيل حب الشباب ويشيل اثار حب الشباب ويقضي على كل هذه الاثار القديمة والحديث يبقى اذا معناها ليه بقى؟ وبعدين لو شنفته كريم طبيعي، اما بحطه كده يمتص تمام التمام، وده اهو المادي كريم. وبعدين مكتوب توبيكال كريم يعني ايه؟ يعني كريم لاستخدام فور سكين كير، للاعتناء بالجلد. هو في الوقت نفسه بيعمل عملية موستشرينج، يعني يعمل عملية ترطيب للجلد، ويشيل البثرات او يشيل اي حاجة من الحاجات اللي موجودة في الجلد. ده اسمه المادي كريم، خاص بحب الشباب، خاص بالاثار الحبوب القديمة، خاص بإلى غير ذلك. يبقى ذلك احنا كده اعتنينا بالبشرة اعتناء كامل، من حيث ان احنا التنفيخ، من نشيل حب الشباب، من حيث التبييض، من حيث التقشير، من حيث سد المسام. يبقى احنا كده اعتنينا بالبشرة اعتناء كامل ولا لا؟ تفضل حاجة بقى صغيرة جدا عن الشعر. الشعر يا جماعة هو عبارة عن نسيج من أنسجة الجسم، يعني اللي بيعتني بالشعر من الخارج. يبقى عشان كده في عدد كبير جدا من السيدات والبنات بيشتكوا، او من الصبيان بيشتكي من ان الشعر عنده بيتساقط. ده يراجع الانيميا، هل هناك في سكندري تايب اوف انيميا؟ لو في سكندري تايب اوف انيميا بناخد الحديد العضوي مش الحديد المعدني، زي حاجة اسمها فيروترون، ناخد كبسولة بعد الفطار، كبسولة فيروترون. في الوقت نفسه نعمل ايه؟ نعتني بالشعر عن طريق ان احنا نغسله بشامبو طبيعي، ونستخدم الزيوت الطبيعية. الزيوت الطبيعية دي لو استخدمنا زيت سلطانة يبقى هنحطه يوم بعد يوم، لان الزيت هنا معمول للاطفال، يعني ممكن يتحمل الطفل من 4 سنين ل 12 سنة. طيب افرض واحدة ست كبيرة تستخدمه يوم بعد يوم، يجيب نتيجة كويسة جدا. شامبو الطبيعي، طب ما تقول ما انت عندي الرابي دارك شامبو، ده شامبو فيه صبغة وفي كيراتين، انما هنا طب وهعمله استخدمه كل اسبوع او كل 10 ايام، انما انا هتستحمى او تروش يوميا بستخدم شامبو سلطانة. زيت في ناحية، الزيت اللي جنبه اللي هو زيت الشعر ده مهم جدا 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 للاطفال. طيب واحدة ستة هتستخدمه ما يجراش حاجة، بس احنا عاملينه بحيث ان احنا ما نزودش فيه البردقوش وما نزودش فيه الروزماري، عشان السكال او فروة الرأس بتاعت الاطفال بتبقى ايه؟ حساسة. وعلى فكرة في المملكة العربية السعودية دايما كانوا يشتكوا، يقول لك احنا عايزين زيوت للاطفال. طيب يستخدم الكيلو؟ مش هيقول لا، لكن في الوقت نفسه الاستخدام بدل من الطفلة ممكن يستخدموا لها ايه؟ الطفلة بنستخدموا لها مثلا
مرتين في الاسبوع، انما الكبيره ممكن نستخدمه 3 مرات في الاسبوع. انا كده الحقيقه النهارده اتكلمت عن الدهون، واتكلمت عن الاملاح، واتكلمت عن التخسيس، وبعدين تعرجت بيكم وجبت كل الاسئله اللي موجوده، وفتحنا الاتصالات بناء على رغبه حضراتكم. ان شاء الله نلتقي بكم في الحلقه القادمه وفق مراد الله، والى حينه نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.